تحية لكل المتتبعين والمتتبعات. بالنظر للعديد من الأسئلة التي توصلت بها بخصوص تقييد في السجل التجاري والصعوبات التي يجدها العديد من التجار في القيام بهذه العملية، ارتأيت أن أقوم بتسجيل مبسط لهذه العملية من بدايتها إلى آخرها. بالنسبة للبداية، فالوثائق التي يتوجب تحضيرها للتقييد في السجل التجاري هي أولا شهادة تقييد بجدول الضرائب الباتنطة نموذج 1220 زائد صورة منه، عقد الكراء أو رسم الملكية زائد صورة، ثالثا صورتان لبطاقة التعريف الوطنية أو صورتان لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو لجواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين، رابعا مستخرج العقد المتضمن بيان الزوجية بالنسبة للتاجر الأجنبي زائد صورة، خامسا نسخة من الدبلوم أو الإذن أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء زائد صورة، سادسا التصريح نموذج واحد في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإمضاء من طرف المعني بالأمر أو وكيله المتوفر على وكالة لذلك، سابعا الشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار أو الاسم التجاري لا يتجاوز أجلها السنة زائد صورة، ثامنا الإذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة للتاجر الأجنبي إذا كان قاصرا بالنسبة إلى القانون المغربي زائد صورة، تاسعا الإذن المنصوص عليه في البند 4 من المادة 42 من مدونة التجارة إذا تعلق الأمر بقاصر أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة زائد صورة، عاشرا أصل الوكالة في حالة تسجيل بواسطة وكيل زائد صورة، 11 صورة لبطاقة التعريف الوطنية للوكيل عند الاقتضاء في حالة تملك أصل تجاري وكيفما كانت طريقة تملكه يدلي المصرح بما يلي، أولا شهادة تشطيب المالك السابق أو بتشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء زائد صورة، نسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري زائد صورة، ثالثا نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو بالمزاد زائد صورة، رابعا نسخة من عقد الإراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء زائد صورة. بالنسبة لمصاريف التسجيل فهي 150 درهما. سنرى الآن كيفية ملء المطبوع المتعلق بالتسجيل في السجل التجاري. النموذج الذي يتم ملؤه هو النموذج واحد. نجد رويوم دي ماروك مينيستير دو لا جوستيس تريبيونال دو. إذا كان التسجيل في المحكمة الابتدائية فملء هذا المطبوع يكون كما يلي: تريبيونال دو كوميرس زائد اسم المدينة مثلا مكناس أو دار البيضاء، أو إذا كان الأمر يتم في المحكمة الابتدائية تريبيونال دو بروميير انستانس دو حسب المدينة أيضا، ثم هنا يقوم المعني بالأمر بملء اسمه محمد زائد الاسم العائلي. بالنسبة لهذا الإطار فهو مخصص للإدارة ويتم ملؤه بعد التأكد من الوثائق وأداء مبلغ 150 درهما، وسنعود لكيفية ملئه.
ثم الصفحة الثانية نملأ هنا الاسم العائلي nom de famille, le prénom محمد. Nom sous lequel le commerce est exercé, surnom ou pseudonyme. في حالة وجوده يتم ملؤه في هذه النقط. دات إليو نيسونس تاريخ الازدياد مثلا 10/6/1980 إلى فيل المدينة التي ولد فيها المعني بالأمر. لادريس بيرسونيل العنوان الشخصي للمعني بالأمر. هنا رقم بطاقة التعريف الوطنية. رابعا سيليا ليو ناتور دات اي دو لاكت اوتوريزون لو مينور افير لو كوميرس او لو تيتور اكسبلواتي لي بيان دو مينور في حالة القصير. ريجيم ماتريمونيال دو كوميرسون اترونجي في حالة التاجر الاجنبي. activité effectivement exercée, مثلا travaux divers, ou أي نشاط آخر. établissement, adresse du principal établissement, العنوان المحل التجاري. رقم الضريبة وهذا الرقم يوجد في الضريبة مثلا هذا الرقم وهو يوجد في شهادة الضريبة. سابعا أدريس دو لا سيكورسال في حالة وجود فروع في المغرب أو فروع خارج الوطن. أوريجين دو فون يا إما الكراء لوكاسيون أو الشراء تدير أشا أو أي مصدر آخر يتم الإشارة إليه. أنسيان بروبريتير إذا كان هناك مالك قديم للأصل التجاري. ونشير هنا إلى رقمه في حالة وجود مالك سابق. أنسيان يوتيليزي في حالة اختيار شعار نقوم بوضعه هنا مثلا شعار X دو في Y أو أي شعار آخر يتم اختياره. نوم برينون دو فوندي دو بوفوار يتم ملؤه هنا وفي غالب الأمر يكون هو التاجر. دات ليو دو نيسونس دات دو كومونسمون ديكسبلواتاسيون أي التاريخ الذي شرع فيه في الاستغلال. Établissement de commerce précédemment exploité ou se exploité actuellement dans le ressort d'autres tribunaux. مثلاً تاجر يريد أن يتسجل في مدينة ولديه أصل تجاري مسجل في مدينة أخرى يتم الإشارة إليه هنا. 13 brevet d'invention في حالة وجودها يتم الإشارة إليها هنا. Association de fait avec هذه النقطة متعلقة بالشراكة الفعلية أي في حالة وجود عدة أشخاص يستغلون محلا تجاريا واحدا بالشراكة الفعلية يتم وضع أسمائهم هنا مع الإشارة إلى أرقام سجلهم التجاري. وفي حالة التسجيل الجديد لكل هؤلاء الأشخاص يتم وضع أسمائهم فقط في انتظار أن يعطى لهم رقم تسجيل بالسجل التجاري. لو سوسيني أي الموقع أي غالبا يكون اسم التاجر أو الوكيل. العنوان كاليتي certifie l'exactitude des indications portées sur la présente déclaration d'immatriculation. هنا يتم وضع المدينة هنا التاريخ
ثم التوقيع هو المصادقة على التوقيع. إذا بعد إنهاء هذه المعلومات ومراقبة المعلومات الأخرى من طرف كتاب الضبط، تتم بملء هذه الخانة المخصصة لها، وهنا يعطى رقم السجل التجاري. مثلا إذا كان آخر رقم مسجل هو 22204، سيكون رقم السجل التجاري اللاحق عليه هو 22206. ديكلاراسيون ديبوزي لو، تاريخ إيداع هذا التصريح، مثلا لو 12/3/2019. A الساعة، نيميرو كرونولوجيك، لأن الرقم الترتيبي هو حالة حسب السجل. إذا كان آخر رقم ترتيبي هو 1000، هنا سيكون الرقم الموالي هو 1001. وريجستر كرونولوجيك، لا كونفورميتي اون ابليكاسيون، دونك كي لا روسو لو نيميرو، هو نفس الرقم أعلاه، أي 22206، ويتم توقيع كاتب الضبط في هذه الخانة بوضع طابع المصلحة أو المحكمة وتوقيع توقيع المكلف، والمعني بالأمر يحصل على نسخة من هذا التصريح ورقمه، رقم سجله التجاري هو 22206. بالنسبة الآن لكيفية، بالنسبة لشهادات الضريبة، فنموذج شهادات الضريبة هو هذا، ويتم الحصول عليها بمجموعة من الوثائق. أولا ملء مطبوع الإقرار بالتسجيل في جدول الضريبة وفق النموذج الذي تعده الإدارة. ثانيا صورة البطاقة التعريف الوطنية أو صورة البطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين، أو لجواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين. عقد الكراء أو شهادة الملكية مسجلين، أو شهادة المساكنة بالنسبة للشركات. نسخة من الدبلوم أو الإذن أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء. الشهادة السلبية عند الاقتضاء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. بالنسبة للنقاط الأخرى تخص الأشخاص الاعتباريين الذين سنتطرق لهم في حلقة مقبلة أو في حلقة ما. وبالنسبة لشهادة الضريبة لا يستوفى عن طلب استخراج الشهادة أي مصاريف. الحصول، النموذج الذي يتم ملؤه للحصول على شهادة الضريبة هو هذا النموذج. دوموند داتيستاسيون دانسكريبسيون على تاكس بروفيسيونيل، ايدنتيفيكاسيون دو دوموندور، نو، الاسم، اسم المعني بالامر، ليو داكتيفيتي، دوميسيل فيسكال و سيج فيسكال، اكتيفيتي، النشاط المزاول، دات ديبي داكتيفيتي، بداية النشاط، ريجستر دو كوميرس، لا تملأ هذه الخانة لأن المعني بالأمر لم يحصل بعد على السجل التجاري. رقم بطاقة التعريف الوطنية وكارت سيجور، تليفون، فاكس، إيميل. لوبجي دو لا دوموند كرياسيون دون بيرسون فيزيك أو مورال. إذا نملأ هذه الخانة. لي بيس ساجواندر بور بيرسون فيزيك أو مورال ديجا كريي، نحن لسنا في هذه الحالة، نحن في طور تسجيل شخص طبيعي جديد. نوفيل بيرسون فيزيك، أي هذه الحالة. إن كوبي دو كونترا دو باي ليغاليزي أنروجيستري، إن كوبي دو روسو دو لوايي ليغاليزي بار لو بروبريتير، وتجدر الإشارة إلى أن وصل الكراء المصادق عليه أصبح غير معتمد
بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم الكراء وإن كوبي دو تيتر دو بروبريتي إن كوبي دو لاك دوميسيلياسيون ليغاليزي لا سي إن كوبي دوتوريزاسيون في حالة الأنشطة المنظمة. إذن هاتي بالنسبة لكل حالة حالة بالنسبة للشركات أي الأشخاص الاعتباريين ويتم توقيع هذا الطلب للحصول على شهادة الضريبة. بالنسبة للشهادة السلبية في حالة اختيار شعار فيتم طلبها أيضا وفق النموذج الآتي: demande de certificat négatif enseigne, nature de la demande, enseigne d'une entreprise existante. نحن الآن سنختار في صدد خلق مقاولة أي تاجر جديد، إذن سيكون une entreprise en cours de création. هذا الإطار مخصص للإدارة. بينيفيسيير بيرسون مورال، نحن نتحدث عن الشخص الطبيعي، إذن سنملأ المعلومات الخاصة بالشخص الطبيعي. بيرسون فيزيك نو اي برينو، هنا نملأ الاسم العائلي والشخصي، رقم البطاقة الوطنية، ناسيوناليتي الجنسية، جونر فيمينا ماسكولا، وهنا المعلومات الخاصة بالسكن، الهاتف، المدينة، الإيميل، تيليكوبي، مونداتير في حالة وجود وكيل. إذن ثم عنوان المراسلة، لو بينيفيسيير، لو مونداتير. ثم هنا نختار خمس شعارات من نقترحها على الإدارة، ويمكن أن نحصل على الشعار الذي اخترناه أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا أو خامسا. وفي حالة وجودها، أي إن كانت قد سبق تقييدها لشخص آخر، فيتم إيداع طلب جديد تغير فيه الشعارات المقترحة. هنا اكتيفيتي كوميرسيال، النشاط المزاول، برينسيبال سيكتور داكتيفيتي، هناك لائحة في الأسفل يتم الاختيار منها. ادريس كوميرسيال، هنا العنوان، المدينة ضرورية. مونتون دي دروا اكزيجيبل، دروا دو ديبو 230 درهم. لي بيس جوان، البطاقة التعريف الوطنية، الرخصة في حالة نشاط منظم، وهنا التوقيع المعني بالأمر. وبعد الحصول على هذه الشهادة السلبية وإرفاقها بالوثائق السابقة، يتم التقييد كما أشرنا إلى ذلك سابقا. إذن هذه هي الطريقة التي يتم اعتمادها للتقييد في السجل التجاري، ويمكن للمعني بالأمر دون أن يتوه بين مختلف الإدارات والمحكمة أن يتوه